سوف يساعد على إحداث نهضة اقتصادية اجتماعية وفي كل المجالات على مستوى هذه الولاية التاريخية الثورية التي ظلمت من حيث المشاريع التنموية المهيكلة. فمجموع المشاريع يقارب 90 مشروع في كل المجالات، والغلاف المالي يقارب 100 مليار دينار جزائري، وهو غلاف هام وهام جدا بالنسبة لحجم الولاية. فأول القطاعات الذي استفاد من عدد هام من المشاريع هو قطاع الأشغال العمومية وقطاع المياه والمنشآت الكبرى، بحيث سوف تفك العزلة بصفة نهائية عن هذه الولاية العزيزة على قلوبنا، وسوف نعمل على توصيل المياه وعلى ضمان طبعا توفير المياه الصالحة للشرب ومياه السقي كذلك، مياه الري بالنسبة لهذه الولاية. ففك العزلة وتوفير هذه المادة الحساسة هي أول من أولويات الأهداف بالنسبة للدولة. ثم هناك قطاعات أخرى استفادت من أغلفة مالية، إن كان قطاع السياحة وقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، قطاع الثقافة، قطاع التعليم العالي، قطاع التربية، قطاع الداخلية كذلك. وهنا أقف لأتحدث عن هذا التخلف التنموي الذي تجسد في عدم توفر ولاية سمسيلت على مقر إداري يليق بها، وبالتالي قمنا بتسجيل عملية إنجاز مجمع إداري يضم ولاية تسمسيلت بمختلف مرافقها الإدارية. وكذلك هناك قطاعات أخرى استفادت من أغلفة مالية من أجل إعطاء هذا البعث النهضوي لهذه الولاية الفتية، خاصة قطاع البيئة والطاقات المتجددة، قطاع الطاقة والمناجم كذلك. ولو أنه عرف يعني التقدم وتقدم جد ملموس على مستوى الولاية، ولكن هناك سجلت مشاريع على مستوى قطاع الطاقة والمناجم. إذن هناك 17 قطاع وزاري استفاد من أغلفة وأظرفة مالية وميزانية من أجل تحقيق هذا النمو وتجسيد هذا النمو المرجو بالنسبة لهذه الولاية، كما أراده السيد رئيس الجمهورية في برنامجه وفي التزاماته. ونعمل نحن كحكومة على تجسيده مع السلطات المحلية للولاية، وقد وضعنا في انتهاء الاجتماع الحكومة ورقة طريق لمتابعة صارمة لكل المشاريع التي سجلت، وسوف تجسد إن شاء الله في مدى لا يتجاوز 36 شهر، خاصة بالنسبة لمشاريع الطرقات والتي نوليها أكبر أهمية، بحيث أن الطريق كما تعلمون هو شريان الاقتصاد وهو شريان الحياة، وقد عانت ولاية تسمسيلت من هذه الإشكالية. كذلك بالنسبة لوجود إشكالية في العقار، فقد وضعنا آلية بالنسبة لتجاوز هذه المشكلة، ووضعنا لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة المالية من أجل التجسيد الفعلي لرفع هذه العراقيل وإعادة النظر في طبعا في الأراضي الفلاحية والأراضي الغابية من أجل إدماجها في أنسجة المشاريع المبرمجة، إن كانت مشاريع سكنية أو مشاريع سياحية أو مشاريع استثمارية أو مشاريع فلاحية. وبالتالي سوف نعطي للولاية عقار مساحات جديدة سوف تستعملها من أجل هذه المشاريع التي تحدثنا عنها. وسوف تكون هناك ربما مشاريع أخرى سوف تضاف إلى حافظة المشاريع التي تحدثت عنها، وهذا بعد لقائنا مع المجتمع المدني والاستماع إلى انشغالاته. فالمقاربة التشاركية التي
جاء بها السيد رئيس الجمهورية سوف نعمل على تكريسها وتجسيدها. فالتقرب والاستماع إلى المجتمع المدني تعتبر أحد أساسيات عمل الحكومة، وقد سبق للسيد وزير الداخلية وأن جاء الأسبوع فارط وتواصل مع المجتمع المدني من أجل وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الذي عرضناه اليوم وكرسناه اليوم، ولكن إن كانت هناك إضافات فسوف نأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله، وهذا في خير الولاية ولخير التنمية المحلية والتنمية الوطنية بصفة عامة. شكرا لكم.